شكرا، الله يحفظكم. شوف لقيت هاد الحليوه، دايما ملي كنشري شي حلوه كبيره كتلاح اكثر من النص ديالها، يعني ما كاينش شكون اللي ياكل. كاكل تو بيسز، جوج الطريفات ثلاثه صافي. لقيت هاديه $5، خمسه بغيت شي حاجه حلوه الشوكولاد. ايوا دابا اختي ناخذ شي حاجه فيها العمر ديالي، 36 سنه الحمد لله. ايوا الحمد لله الحمد لله، ناخذ شي حاجه. نور عجبها الحال والله، انا واخده هادشي على قبل بنتي اكثر مني. سكينة ديت شي لعيبات بساط ليا، بحال زعما شي واحد اللي بحالي في التفكير اش غيبغيني ناخذ ليه. شي حاجه بسيطه عندها معنى وصافي. خليت النور وحاشي، خليت لهم تشيبس، غنوريكم الرياكسيون ديالهم ملي نعطيهم تشيبس كيفرحوا بشي حاجه بسيطه. شوفوا هاد الورد شحال غزال، سو كيوت. كانت عندي شي جرطه نشري كامل. شحال زوين. Happy birthday to me. Happy birthday to me. واحد كيغني على راسو، شي واحد هو اللي يغني على راسو ويفرح براسو، مالنا ياك لاباس. تبارك شحال زوينين، سو كيوت. يلا نصورو كتاكيت، نعطيوهم شي حاجة بسيطة نشوف الرياكسيون ديالهم. اوكي بيبي، this is for you. Do you like this? Yeah. You do? شوف لقيت شي رياكسيون كبير. ايوا هاشم ولا يدير الرياكسيون ديال بصح. هاشم ياي، and I got birthday stuff but we're not gonna open them now. Happy birthday mommy. Thank you baby girl. We're gonna open them later. I got like something for you to give me. Until when you grow up then you can buy me and my own your own gifts. For now. No, that's for you. No, I got something else. But that's for tomorrow. Tomorrow is my birthday. Huh? Tomorrow is my birthday. Oh, and I already got a surprise for you. I love you. Get a baby seat. Wait, since you already gave me this, I have something for you. Hmm? Ah, please, the chef said, "Let me eat." Yeah, Viva to Mama, I love it. Mwah, it's so beautiful. Mwah, mwah, mwah. You're the best girlie ever. You're the best mom ever. هاكا عدو ديال بنتي الحبيبة. I'm gonna keep this with the gifts. I love you mama. I really like this. It's beautiful. And something else for you. But let's keep it for tomorrow. It's a squishy bag. You made it for me? ماشي صايبت لي تاني. هيا ها هي. Squish it. Squish it. I love it. It's so beautiful. You know I'm gonna keep it in my car so I can see it and I know it's my baby made it. Okay my love. Love you so much. حبيبه مامي، can you have your seat belt؟ Of course my mommy. يلا بيبي girl. Love you mama. ايوا البنات، اش درت اليوم؟ دقيت في الباب. قول لي وعرفتي دابا فهمتي، دابا بديت كنرجع اتمالك اعصابي وبديت كنتبد دابا كل واحد. مشيت حليت الباب لان مو مخبي عليا هذه مده وصافي، انا مخبيه عليك المره حيت اش فهمتي كنت بغا نجيب شي حاجه، ما اصلا ما كنت بغا نهضر مع والو، مي كانت حاجه وحده باغا نديرها ليها ندير لها والو، كنت بغا نطلقها وجهي في وجهها عيني في عينيها. يس ماما. Can I have bubble gum? Not now baby. Can I baby? Can I get it from this bag? No no mama, no no bubble gums. Can I, I'm talking to people for a minute, okay baby girl? Okay, eat your eat your eat, you can eat your chips of course. انا كنت حاجه وحده خلاها مولاها نفسي نقولها ليها. شنا هي؟ انت الشاب كما قلت لكم، الصلاة والدين وبنتي ودي دارك وهادي وما كاين والو والحلوف وهذا،
مشيت دقيت قلت صافي لا خرجت لي هذيك صافي عاد كتعطيني بنتي وصافي غندير ندير داكشي ديال الليالي الحلميه جوزي ولا هذا صافي كان كنا وكنا وصافي سفيني انا كنت باغا غير المره كبيره تلاقى معايا قلت ليها شكرا ثانك يو سو ماتش شكرا بزاف شكرا على الحلو قلت ليها وشكرا على هذه دارك اجي ليها وقلت ليها حسبنا الله ونعم الوكيل قلت ليها انا جود ويذ الله انا مزيانه معايا كتفهم لونغلي شويه زعما الاغلبيه كتفهم انا مظلومه ولكن جود ويذ الله انا اللي ما قدرتكم ما حتى حاجه وغاده بالنيه ولكن قلت لها نتوما ماشي جود نوز نتوما لا قلت ليها برافو جود جاب كدا مزيان مزيان وصافي هزيت ولادي قلت لي حسبنا الله ونعم الوكيل انجوي زعما تمتعي وصافي خرجت بكل هدوء وصافي الحمد لله هذا الشيء ما كان نور هاشم كنقول لهم هاجين تايم زعما كاين وقت نعنقهم نلعب معاهم تمشي شتامه يلا اش كاين شوف تبارك الله كبر شوف في الفيديو اللي ناري ناري شوف اش داروا لي هاد المشاش الخنزير شوف دا الناس كلشي في الفيديو انا كنعاود الناس حاطين هذاك المش من ورايا قباح اش لا اش اش يلا اش اش عرفت كيديروا الدر ديك في الليل والسلوكه غندخل اليوتيوب غنشوف كيفاش نحبس كيفاش اش ندير المشاشي باش ما يبقاوش يقطعوا لي البريزات ديال الشارجور واحد الشارجور او ماي جاد قطعوه ليا هذاك الترايباد اللي كندير اللي كندير فيهم زعما باش نصور قطعوهم غير الكبيره اللي باقا لان البريز ديالها غليظ ولكن هادو افراد من العائله ماشي مشكل بحال اللي كيكون عندك ولدك ولا بنتك دار شي حاجه قبيحه ما عندك ما دير ليه فهمتيني كتلقى حل لراسك وصافي انا هكا كنعتبرهم تاهما ولفناهم جبناهم صغيورين ولادي ولفوهم هاشم ونور كيعجبوهم بزاف وحتى انا عزاز عليا مساكن تاهما يعني الحيوان مسكين ضعيف يعني ملي كتجيبو صغيور راه كيعرفك يحل فيك عينيك غنتا بحال زعما كيعتبرك بحال با ومو شو راه يجري شي هاك كوكو اش واحد كوكو واحد كيتشي باقا لحد الان ما عرفتش انا واحد الفيه وخاصني ندير ليهم شريت ليهم واحد هذا بحال داك اللي كيديروا هنا شنو نسميهم كوندي كوندي المهم غيكون عندهم شي سميه خاصه بالمشاش مي خديت جوج الالوان مختلفين صدقوا مسافطهم ليا بجوجهم زرقين وما جاوهم شوف اش كيدير شوف شوف اش كيدير شوف اش كيدير انت اش كيدير تعيط عليا كيدير ليا ويدي بحال زعما تاني ما ناكل القرد هذا اش كان داك يعطيك انت يا دير شويه شوف راه عطيتهم البيض مضاربين على هاد شويه شو عندكم العقار ولا ما عندكمش يا ربي يا ربي نوصل دغيا شنو وفر فلوس القهوه درت قهوه في الدار على بركه الله يا ربي بسم الله توكلنا على الله مشيت وصل الكتاكيت بقيت مع الصباح كان نسيت راسي في الصباح كان فيق بكري وكنبقى هزا البيسي نقلب هكا نشوف انا دائما بحال هكا دابا كنشوف هذا تلقاني كندير نقلب على اخر ما كاين في الضرائب اخر ما كاين في القرايه اخر ما كاين في المدينه قرا الاخبار وكشي مع الصباح صباح بكري نكتب هكا هذاك هو الوقت ديالي اللي كيعجبني ونسيت راسي حتى بانت لي 6 ونص ولات تجري جريه ما تجري انا نورمالمون كنفيق نفيق ولادي مع 6 كنوجدهم كنبدا نوجدهم مع 6 على خاطرهم زعما يفطروا يلبسوا فهمتي مرات كيتفرجوا في الرسوم واحد 10 دقائق على متى انا زعما نتاكد بالله كل شيء هو هذاك ايوا ملي فقت مع 6 ونص وكنفيق في نور نودي 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 والو بززت فاقت كتوجد حويجاتها بالزربه بالزربه عطيتها شي حاجه تاكلها وصافي خرج الطياره ايوا دابا راه سميتو دابا في الساعه قال لك غنوصل مع 8 و ربع اسبيرون يا رب العالمين زعما نوصل مع 8 و ربع مزيانه يو كان جو ليتس فايند 8 و 4 يعني مناسبه
هي هذيك تباركي ربع ساعة على ما نطلع على خاطري البيرو، وان شاء الله ما انت ما تشوفوا معايا الفيديو تشوفوا لك الشيء كيفاش داير. ما عمرني ما جيت معطلة، وباذن الله عمرني ما نمشي معطلة ان شاء الله يا رب العالمين. على الاقل في الفترة التجريبية هنايا عندنا لا بيريود ديسي فيها اون اني، فهذاك العام خاصك انت تمشي مازال كتكمل العام، ماشي كيعني انك تبقى تمشي معطل، ولكن الا مشيتي واحد المره في الشهر واحد المره في شهرين ماشي مشكل يعني ما كت فهمتيني. هنا صارمين بزاف ما عندهمش مع هذا، فالواحد دور 4 سنين ما خدمش قلت لهم انا ما صدقت نجي لكم انا مع الفجر كاع ماشي مشكل، واصلا غتولي غيولي التوقيت نيت مع الفجر غاسكتو شنو نقول لكم. الله يدير شي تاويل الخير ونتحول شي حاجه احسن قبل ما الشتاء، لان التوقيت ديالي السيمانه الجايه عاد ما عادش غنولي نمشي، غنولي نمشي خاصني نبدا نفيق مع ثلاثة ماشي يلاه يلاه الا بغا ندير شي حاجه في الصباح، حيت الخدمه غتولي تبدا مع 6، ولادي خاصني نديهم للمراه 5 ماكسيموم 5 وشي حاجه يكونوا عند السيده صاحبتي اللي كتقابلهم ليا، غينعسوا عندها واحد ساعتين يبقاو عندها ينعسوا عندها واحد ساعتين على ما وصل الوقت ديال لاكريش وتوصلهم لاكريش. انا سوا صاحبتي ولا اي بيبي سيرر كنبغيها غير هكا السبت بارت تايم شي مره حتى شي حاجه، اما دائما زعما النهار كامل لاكريش. لاكريش منظمين البنات بزاف، كتب عليك كذاب كتقول لك ما نقدرش نخلي ولدي في لاكريش، وهذا انا كنهضر بعدا على لاكريش اللي كاينين هنايا كيعلموهم كل شيء. والله انا كنت جلست مع اولادي في هذاك هما صغيورين ما غنعلمهمش كما هما كيعلموهم يعني تبارك الله كيعلموهم كل شيء. مثلا نور عندها عامين هذاك الباري ترينين انه باش يمشي للتواليت، عندها عامين مابقاتش كدير الدايبرز الخروق نهائيا، شريت لي هذاك الكلاس ولات صافي الحمد لله كتنعس كاع ما دير والو، وكيعلموهم النظافه والنظام لي بيبي صغيورين مع مونس تبارك الله ما شاء الله. هاشم دابا كنعطيه مثلا شي دانون ولا شي حاجه ولاك البيبي فود كياكل كيشد المعلقه كيمشي لوح عليا في لابابو، وهذاك الحب كيلوحو في لابوبيل عارفين لابوبيل، ولكن هما اللي كيعلموهم النظام من سن صغيره. عامين واحد المره حضرت ليهم عامين كيجلسوا هاد الوليدات في الطبيلات صغيورين كرسيات ديال الوليدات الصغار، وكيديروا ليهم كل نهار واحد هو اللي غينظف الطبله بحال قلتي هو اللي غادي مكلف، يعني اليوم انت جمعتي الطبله غدا اللي من وراكم كيخليهم على خاطرهم يخير بقاو هذا يرونوا كيخليهم على خاطرهم تيتعلموا، فيعني منظمين. هادشي علاش انا لاكريش كنفضلها لانهم كيديروا ليهم نظام، يعني حتى الا مشيتي للخدمه راه ماشي غير سادين عليهم في دار وصافي كيتفرجوا ولا شي حاجه، لا فوقت لاسياس كيخليهم ينعسوا كينعسوا واحد الساعه مع ساعتين، الفطور بفطورو سناك بسناك، سناك هو بحال زعما شي حاجه هكا بسيطه ياكلوها سميتو، كيخرجوهم ملي كيكون الجو زوين كيخرجوهم للبارك كيشدوهم واحد ثلاثه الاستاذات ولا اربعه شادينهم كيخرجوهم يلعبوا يضربهم البرد شويه يلعبوا هكا، يعني كي فهمتي كيدوز نهارهم منظم فهمتو. اما بحال هكا شي سبت ولا نص العشيه ولا هذاك الساعه راه كنشوف صاحبتي تاهي الله يعمرها دار مع وليداتها، وهذا غاد الدوام الاحسن لاكريش. ايوا يا ربي ان شاء الله نوصلوا في الوقت ودوز الامور كما هي، ونهاركم مبروك الا كتفرجوا في هذا في هذا الفيديو في النهار بنهار، ومسايكم مبروك الا كتفرجوا في الليل. اليوم عيد ميلادي مشيت شريت بعدا حليوه شريت واحد العيبات دابا نوريهم لكم في الاخر الفيديو، ونوريكم هذا الاحتفال البسيط في الدار مع ولادي بجوج الله يحفظهم يا ربي نور وهاشم هكا يشوفوا زعما شي حاجه بسيطه. ونور اليوم قالت لي مامي دابا توداي يو قلت لي زعما اليوم عيد ميلاد، قلت لي قالت لي شحال في عمرك دابا، قلت لي عندي 36، قالت لي واو شتي كتشي علاش بنتي لي طواليتي شويه اليوم دابا هي مدرسه زعما زعما كنقول لها دايما راه طواليتي كبرتي على العام فايت وهذا، قالت لي اوه هادشي علاش بنتي لي راه بحال طواليتي شويه، قالت لي ايوا الله يحفظهم ضحكاتي. Thank you.
عندك طموح تخدم كمانجر او لك انت ديجا مانجر ولا اي واحد كت يعني تحت منك الناس فهمتي في الخدمه، كنصحكم تقراو هذا الكتاب The Five Dysfunctions of a Team، غيعاونك انك تحل المشاكل اللي صعيبه تحل مع بنادم. هذا كنت شفتو عند واحد المديره كانت معايا، ماشي غير وحده بزاف، في المكتبه الخاصه ديال المكاتب ديالهم، ديال كل واحد في المكتب ديالو كيحط الكتب المفضلين ديالو ديال الخدمه. كنشوف هذا بزاف، ولهذا سيداتي سادتي غنشريه لراسي، سوف اشتريه اليوم لكي اقراه. عندي فكره عليه ولكن ما قريتوش، تو بي اونست، شايف الريزومي ديالو مي واش قريتو ان ديتيلز نو. فهذه هي الفرصه. سولت السيده اللي في المكتبه قلت لها شنو هو كتابك المفضل، قالت لي هذا، مختلف على الكتب اللي كنقراهم مي فهمتي نقراه فيه يعني، قالت لي تعلمي فيه بزاف على شويه التشافي العذاب ثم التشافي من العذاب الى اخره. المهم عجبني الكونسيبت فاخذتهم بجوج. هذه هديه عيد ميلادي الاولى، دابا غنمشي نشري هديه عيد ميلادي الثانيه. So you said this one. I just want to share with Mike. So this one is, you said like it's matte for like a matte look. Perfect. And the other one. Listen, is this shimmery? Don't worry, I'm just only taking the product. It's not shimmery, but it has like a little bit of a glow. And that is me. جيت انا باش نزوق نشري الماتيريال ديال الجمال، انا نشوف شي حلقه تخاف عليا، جوان نفعل خلص ميمبرشيب لواحد لاسال اللي هي انا والدراري. اي دونت وان تو جو كريزي. المهم دابا نوريك واش خليت دابا شويه. المهم هذا ماك واعر بزاف، خليت واحد لابوز وش لعيبات اخرين، دابا نوريكم ان شاء الله. ايوا كادو ديال عيد ميلاد ديالي، انا نوريكم المكياج اللي خديت من عند ماك ان شاء الله. لابوز ايوا البنات، الحصه ديال اليوم الحصه بحال انا كنعلم كل حاجه. اوكي غنديروا نوريكم اش خديت من ماك بمناسبه عيد ميلادي، وميم طون كشي اللي خديته غنقول لكم بلونغلي كي جاتكم هاد القضيه. هذا كيتسمى ليبستيك، هذا تا هو خديته من ماك. انا مشيت تماك عند هذاك اللي خدام تما، قلت ليه انا بغيت شي ميكاب لوجهي ديال دائما اللي انيق وماشي فهمتي مشعشع، فقالت لي هذا راه كيبقى 12 ساعه، وعطاتني هاد لا كولور زعما اللي زعما تجي مع لابو ديالي. شوف واش دايره هكا بحال مايله شويه الموف والمارون هكا. اوكي ف ليبستيك هو الروج على ليف، هو احمر الشفاه بالانجليزيه ليبستيك. اوكي ايوا البنات، بما انكم انتم صحباتي الزوينات وكتقول لي ديها في هذاك الوجه مالو حالته، المهم كتقولها باداب، ولكن انا عارفه عندي هادو راه داير الفونديشن ومازال كيبان، اما ملي كيغسل وجهي راه كيبان داك الشيء. ف عطاوني هذا ديال العنايه، هذا صغير قالت لك كيرطب وكديرو في الليل قبل ما تنعسي، شي طفاري خاصني نصايبهم. وهذا كديري قبل ما يمل الميك اب كيخلي وجهك هكا زوين وكيحمي لك البشره واللعيبات. وهذا ايوا هذا ما عرفتش وقيلا شي 65 دولار ولا شي حاجه بحال هكا. اوكي يا ما كيفاش دايرين صغير، وريناني هادشي صغير هادي ولكن المهم نشوف دايرين فيه تخفيض شي 10% ما عرفتش شحال. وهذا السيروم كديريه كل نهار، خلينا نجربوه. انا علاش خديت هذا؟ قلت ليها بغيت شي حاجه اللي كتخلي ليا وجهي مع ملي كان داك الفونديشن سبحان الله لابو كتبدل، كان وجهي دهني انا شحال هذا ملي كنت في العشرينات، قربت اواخر العشرينات الثلاثينات ولا ناشف فهمتي. قالت لي ديري هذا يبقى وجهك هكا سموث، وحتى هذاك الفونديشن الفوندو تاعك ملي كديريه كيدخل لك في التجاعيد الصغيره وكتولي تبان كبيره فهمتي. فهذا بحال كي يخلي لك وجهك كم ضيع. اورايت خاصه غدا كي
كاين واحد ليفينمون غنمشيو نقدمو الخدمه. يعني عطيك ملي كتدخل في الجوب فيرز كتمشي كتلقى الناس اللي كاتب في الطبله وهذا وكيشرحوا لك على الخدام اللي متوفر عندهم و ابلاي زعما هكا كيشرحوا للناس وهذا. فانا نكون واحده منهم تماك وغنصور لكم ان شاء الله. واليوم عيد ميلادي قلت هذه هي الفرصه نجيب لك الميك اب وكتخربيق وهذا باش نمشي زوينه نمشي ندوش نغسل شعري مزيان. المهم طبعا كندوش كل نهار ولكن ما كنغسلش شعري كل نهار. انتي شيش كيبان كلك الشعر كل نهار تغسليه ما مزيانش. مي غنغسلو انا اليوم ونصايبو مزيان باش يكون مصايبو هو هذاك. المهم وريتكم هذا هذا ما عرفتش نقول لكم بلونغلي شنو هذا. قدروا نقولوا اي حاجه مرطبه موسترايزر. موسترايزر هو مرطب. مرطب هو موسترايزر. موسترايزين كريم. موسترايزين كريم يعني كريم هذا هيدراتونت اوكي. كريم كت او لا كريمه مرطبه alright. وما عرفنا شنو هو التالي. نيكست خذيت واحد الباليت من النوع الراقي والجميل والرائع قلت لي يعطيني شي حاجه اي شادوز. اي شادوز هما هادو بالعربيه ما عرفتهمش فهمتي فقا بوبيير بالعربية. المهم هادول كنديرو بهم هادا كيتسماو اي شاروز. الشارو هو هو الشارو بصفة عامة بحال هو الظل. كيقول اي شاروز بحال الضلولة ديال العينين. هاد الباليت كتسمى اي شارو باليت. اوكي اي شارو باليت. عندهم شي كلمات واخدينهم من الفرونسي باي ذا واي. لونجلي كاين شي كلمات واخدينهم من الفرنسي. اي شارو باليت. فانا خديت هاد الباليت قلت ليها اختي سمعي لي اختي مزيان انا بغيت شي ماكياج اللي نديرو افري داي وما يكونش مشعشع ويبان فهمتي كديريه وكتباني عادي بحال هاد الغوج عليه شفتو. هي اللي عطاتو ليا قالت لي هذا غيجي مع غيجي مع وجهك وديال دائما ما كيفاش معيق وكيبقى 12 ساعه. ف داكشي اللي بغينا يا الباليت في هاد لي كولور ماشي مشعشعين. او ماي جودنس هي البلاستيك شوف كيفاش هاد الالوان ديالها. اي شارو باليت. اي شارو باليت. اوبسي الا الا خاصني ناخذ غير كتيكيته ديال النور الله يحفظها يا رب العالمين. ما كتخليش ليا داك لي بانس وعندك انت واخده بزاف منهم الكبيره الصغيره هذا و كتهزهم باش ديرهم مونيكاتا تمشي قلب في بيت نقلب مزيان فين درتهم ليا باش كنضل نشري ما كت تلعب بيهم وتوضرهم. اوكي شنو تاني شدينا اختي. ايوا من المهم جدا ان تكون عندك من المهم ان تكون انا ما كنضرب باش كنحاول نضرب العربية الفصحى. ايوا اختي من المهم جدا انك تكون عندك بودغ تكون زوينه. هاد لا بودغ اختي شحال قالت لي ما عندك 40 دولار ولا 50 دولار صغيره ولكن شوفي راه ملي كديري لك الميك اب وتهزيها معاك كيبقى هكا كيبان. شوف راه كيبان لك الانسان كاين الناس ولا المراه اللي كتكون دايره واحد الميك اب وكيبان لك راقي بحال لا فهمتي كيبان لك هكا سموز زوين كتبان لا كاليتي. فهذا دائما يكون عندك هكا في الساك تكون خدامه شي مره هذا شي تغسلتي وجهك على غفله اولا قالت لك شي حاجه ماشي هي داك وجهك كتمسحي وتخدي شويه ديري هاد لابودغ كيمشي قلب على البانسو ديالي. اوكي اورايت الفوندر تام صفه عامه هو الفاونديشن. فاونديشن كاتبين باودر بلس فاونديشن او لا باودر فاونديشن. كاين فاونديشن ليكويد. ليكويد هي سائله. ليكويد فاونديشن تسمى فوندو تان سائل وهذا باودر فاونديشن هي الفوندو تان هذا يعني البودغ. اوكي اوكي اش خدينا ثاني قلت لكم الغوج عليه قلت لكم قلت لكم هذاك اللعيبه وات ايلس هنايا هذا غير ستيل التي وعطاوني هذا فابور ملي كتقدم عندهم كاين الغوج عليه عطاوني هذا فابور هذا زوين البنات هذا تعلمت كيفاش نستعمله لقد تعلمته هذا
يا عيون قلبي. كيعجبك الاغاني القديم؟ يا عيون قلبي عيون قلبي كيف بدنا لمحه بصر هالعمر. هادي هادي هايلايتر 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 وقت كده الهايلايتر اللي خليها هكا. لا تنسى كيف كاتب ايش كاتب لي يعني هنايا فرونسي كاتب لي غير بودغ لوميير بودغ لوميير مي اكسترا دايمنشن سكين فينيش. مي هنا يقول الهايلايتر زعما صافي بحال هذا فين كيديروهم خاصك شي بانسو صغير. تعلمت واحد القضيه ملي كدير الميك اب وتسالي كدير واحد الفرق هاد شويه خاصك بانسو صغير هنا تا تالي يكون ميك اب زوينه خفيف هنا جست واحد هنا تا كنوريكم ولكن ماشي ذاتس نوت ذا رايت واي خاصني بانسو صغير شويه فهمتي كيدير واحد الفرق هكا فهمتي هنا قال لك شي شويه ثاني هنا شويه هنا شويه فهمتي ما تكونش هكا هنا بحال كتحددي لا فورم ديال هنايا معش المهم ندير على اليوتيوب عاوتاني كل يوم مزيان تمسح هادشي كديريها خفيف يعني بحال بريسك يعني هكا ما باينش هكا في سبيل الاناقه والجمال اليوميان سيداتي سادتي. ايوا هادشي اللي كاين الساعه alright هذا كادويا الثاني زائد الكتب اللي وريتكم زائد الكادو الثالث اللي خديته لراسي هو ما غنبدا حتى يبدا الشهر ان شاء الله واحد لاصال واعره 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 حدايا لقيتها 5 دقائق كيشدوا لك الداري ساعتين في النهار و كيديروا بزاف لي ناري خلاني كيديروا بزاف لي زاكتيفيتي للدراري الصغار كيحضيهم ليك وهذاك اللي كيقابلوا الدراري يعني سيرتيفيي زعما سيرتيفيي انهم يقابلوا الدراري وانهم لا سمح الله كان شي حاجه يعرفوا يدخلوا يعرفوا شي يديروا وكيدير الدراري صغار بزاف لي زاكتيفيتي مره مره لي بارون اللي عندهم ولادهم تماك كيخرجوا في الليل وماشي في الليل في الليل زعما في 8 تعود في الصيف وعندك الحق تخلي ولدك ولا وليداتك واحد ساعه ولا ساعتين تعرف على لي بارون ديال الجيم كيدير بزاف لي زاكتيفيتي زوينين هاليوغا هالزومبا واعر 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 صافي خلصت وان شاء الله نبدا الشهر الجاي وني غنبدا واش زوين نقدر نمشي كل نهار وانا التوقيت ديالي جديد غنولي جوج المهم تقريبا ثلاثه كاع نكون في الدار نهز وليداتي ونمشي مره يوم اه يوم لا مره نديهم مره نبقاو في لاكريش ونمشي انا كندير الصونه وندير هذا ونصايب تريني وكل شيء ونسالي ونجيبه ومره نديهم معايا وحنا غاديين ان شاء الله الحمد لله اللهم اعطينا نعمه واحفظنا من الزوال. في الاخر ديال الفيديو نوريكم هذاك الحليوه هذاك الاجواء البسيطه مع الوليدات باذن الله ديال عيد ميلاد وشكرا بزاف على المتابعه وعلى الدعم ميرسي 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 بوكو كنتمنى منكم اف ذات اوكي لاحظت انا الفيديوهات اللي فيهم اللايكات كتجيني حشومه نبقى نقول للناس ديروا لي لايك ولكن لاحظت ان الفيديوهات اللي طالعين فيهم مثلا 400 لايك 500 لايك هذوك هما اللي كيوصلوا لك ل 10000 9000 8000 الفيديوهات اللي فيهم 200 وقل كيبقاو واحدين فيك 3000 4000 الا كثروا الا كثروا. فالمهم الا عجبتكم شي حاجه كنتمنى انكم ما تنساوناش باللايك باش تدعموا القناه وشكرا ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا واليوم اعلن عن عيد ميلادي 36 يلا بسم الله يلا ايوا الحمد لله الله كبر طاعة الله يلا البنات حنايا درنا عيد ميلادنا انا والكتاكيت احليوه وخدي داكشي اللي قلت لكم في الاول ديال الفيديو نو يو هابي Yeah, let's sing for me. Happy birthday. You have to tell them how old you are. I am 36. أنا دابا 36 عام. يلا نجيبو هاشم. هاشم هاجي ماما. هاشم غادي تغني مع ماما عيد ميلاد. هاشم. يلا هاشم قال لي ديري عيد ميلاد بوحدك. يلا. Happy birthday to me. Cha cha cha. Happy birthday to me. Cha cha cha. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.
gotta make one wish. شو أنا واحد ويش أمنية أنا عندي بزاف أمنية نقولهم كاملين. يلا. أيا. It's okay. Yay! It's okay. We can just remove it. That's fine. أيوة شكرا بزاف نصائح ديالكم. Thank you so much. قولي شكرا. شكرا. شكرا شكرا. Everybody. يلا بسلام عليكم. سلام عليكم.